يكون كبيرة ويكون مفتوح لجميع المواطنين والمواطنات. علاش؟ لأننا اليوم حنا كنا مع درس الحكمة المالية، الحكمة الإدارية، الحكمة التربوية، كنا مع درس الديمقراطية والشفافية، كنا مع درس شنو يمكن يدير المجتمع المدني، شنو يمكن يدير المواطن المغربي. 4 سنوات من العطاء ومن البناء في إطار برامج تشاركية على مستوى مجموعة من الشركاء اللي فات العدد ديالهم تقريبا 19 شريك. هنا كنفذوا كل سنة تقريبا 8 حتى 10 الاتفاقيات على مدار السنة. كان عطاء حاولنا أننا نوصلوا الحركة الكشفية ونشروع عبر تراب إقليم شتوكا إتباها. تمنا الشراكات وتمنا العلاقات الوطيدة اللي كتربطنا بمجموعة من المؤسسات الداعمة، والحمد لله الرهان الموضوع الآن الولاية الخامسة اللي بدأت من اليوم إن شاء الله أنها توفر لنا واحد الوعاء عقاري. المكتب الجديد مطالب أنه يوفر لنا الوعاء العقاري وفضاء ومركز استقبال يليق بمقام فرعنا، أولا على مستوى التسمية، وثانيا على مستوى التاريخ، وثالثا على مستوى العطاء. كنت واجدوا في الحدث اللي هو الجمع العادي للولاية الرابعة ديال التشفير الحسنية المغربية فرع شتوكا إتباها. بهذا تنتهي الولاية الرابعة وكنبدأ في الولاية الخامسة اليوم اللي هو 14 يونيو 2019. إذن كانت فرصة مناسبة أنه نتواصلوا مع مجموعة ديال المنخرطين ديالنا، وكذلك نتواصلوا مع مجموعة من الشركاء ديالنا. سردنا التجربة ديال 4 سنوات من العطاء، 4 سنوات متواصلة ديال العمل الدؤوب ديال مجموعة ديال المكتب ديال الفرع، كل جميع الأعضاء بدون استثناء كاين عمل دؤوب، كاين استمرارية ديال العطاء. إذن تم سرد جميع اتفاقيات الشراكة التي أبرمت والتي تجاوزت يعني 15 شريك على مستوى مختلف الوزارات وكذلك الوكالات اللي هي وطنية، ثم اتفاقيات الشراكة مع الجامعات التربية اللي تنفذت، مجموعة من المشاريع التشاركية، مجموعة من الأنشطة اللي هي تربوية مختلفة. إذن كان صراحة لقاء متميز.